الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، من المبتدعة والمشركين ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. فإن الله سبحانه وتعالى حتى يقبل عمل العبد جعل شروطا للعمل، ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال أهل العلم: صالحا أي على السنة، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، أي أن يكون موحدا مخلصا لله عز وجل في عمله. أي عمل دار تعمله لابد يكون في الاثنين دل. إذا كان العمل فيه إخلاص ولكن ليست فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يقبل عند الله. وكذلك إذا كان العمل فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيه إخلاص لله عز وجل لا يقبل عند الله. ربنا قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. لكن ما يعمل أي عمل. الآن الصوفية بيعملوا أعمال، بيذكروا الله سبحانه وتعالى على طريقة الشيخ. الشيخ بتاعه بيخترع له ذكر، بيجيب له ذكر بيقطعه من راسه ويدي للجماعة اللي يحفظوا لهم. صلاة الفاتح لما أغلق، تعدل القرآن 6000 مرة. هذا الكلام كفر بالله. الصلاة النورانية، صلاة بشيش أو وحيش أو ما إلى آخر، أذكار كثيرة مبتدعة دي لو ذكرت بها الله ما مقبولة لأنها دي بدعة. عشان كده ربنا قال: فليعمل عملا شنو؟ صالحا، أي على السنة. لذلك جاء رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نذر لله، قال: ألا يستظل وألا يتكلم وأن يكون صائما. قال: نذرت لله يكون واقف في الشمس وما يتكلم مع إنسان ويكون صائم، كل هذا العمل جعله قربة لله، يتقرب به لله عز وجل، يريد الثواب من الله سبحانه وتعالى. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل. قال: ما باله؟ قالوا: نذر أن لا يستظل وأن لا يتكلم وأن يكون صائما. فقال صلى الله عليه وسلم: مروه أن يستظل وأن يتكلم وأن يتم صومه. أبطل له الاثنين دل. لأنه الآن الصوفية بيعتقدوا إنك أنت أي حركة بهلوانية تعملها تغلبها بغلاف الدين، تدخل فيها لا إله إلا الله، كده خلاص بقت عبادة. لا لا لا، بيسموها لك البدعة الحسنة. ما في بدعة حسنة في الدين ده. أي بدعة شنو؟ ضلالة. ما في بدعة حسنة في الدين. عرفت كيف؟ فدال الواحد بيجي يعبد الله لا إله إلا الله دي صحيحة، لكن بيعمل لها حركات تانية، بنطط، بيقلب هوبة، بيعمل جمباز. ده مشكلتنا مع الناس في الكلام ده. هنا يقول لك لا إله إلا الله بدعة. لا، لا إله إلا الله ما بدعة، ده من الذكر. عرفت كيف؟ لكن النطيط ده جبته من وين؟ الطريق ده جبته منين؟ صلاة الفاتح جبتها من وين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، ربنا أمر نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاب لك سياق معينة، سياق في صيغة معينة جاءت في الشريعة. صلاة الفاتح دي أحمد التجاني كذب، قال لها قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغيظة لا مناما. والنبي عليه الصلاة والسلام بيجي في النوم، ما بيجي في اليغيظة، دي الكذبة الأولى. وقال اداه صلاة الفاتح، وقالوا تعدل القرآن، كلام الله ده، كلام الله
قالوا صلاة الفاتحة النجار أحمد التجاني تعدل القرآن كم 6000 مرة. في روايات قالوا 6 مرات. لو قلت جزء من مرة كفر، لأنه ما في حاجة بتعدل شنو؟ كلام الله. عرفت كيف؟ عشان كده أي عمل تعمله ربنا سبحانه وتعالى لابد يكون في متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كلام واضح، ربنا قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. دي الجزئية الأولى في الكلام. قال فليعمل عملا صالحا، قال ولا يشرك بعبادة ربه شنو؟ أحدا. الآن الصوفية بيأكلوا الناس، احنا ما قلنا ما قاعدين ناكله، بيأكلوا الناس، حفظوا القرآن، بيعملوا عرس جماعي، بيعملوا فيها بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه المحبة هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، دي المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المحبة هي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. طيب دي أعمال صالحة، تبني لك جامع، تحفظ القرآن، دي أعمال صالحة. لكن هذه الأعمال الصالحة إذا خلطت معها الشرك أكبر أو أصغر مردودة، زي ما بيعمل الآن البرعي وأتباع البرعي، عنده مسجد، يقول لك عنده مسجد أكل الناس. طيب تعال أنت شوف في كتبه هنا القاعدة دي، شوف الزول ده بيقول في شنو. الزول ده بيعتقد تنادي غير الله، تخلي الله تنادي الشيخ، ده شرك، شرك أكبر ناقل عن الملة. أي زول بيعتقد أنك تسأل الله حاجة لا يستطيع الله سبحانه وتعالى، ده مو شرك، كافر برا الإسلام. ده بيجي بيقول لك شنو؟ بناديهم بناديهم في كل قضية بناديهم، ده البرعي. أنا قلت له قول كده، الزول ده مسك براءة وعمل فيها شاعر، لو كان كتب له شعر كويس ينفع المسلمين ما بنسأله، لكن كتب شعر سيء فيه الشرك بالله عز وجل، وداري يعلم، داري يعلم شنو؟ داري يجيب الشعر ده يعلمه للمسلمين إنه ده تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أشعار مصر المؤمنة، المؤمنة من مصر يا البرعي، قال مؤمنة الله؟ لا ما قال مؤمنة الله، ده ما كلامي أنا، أنت ما نزعل مني أنا، في ناس الواحد بيجي يحمر لك، أنت زعلان مني أنا كتبت الكلام ده أنا؟ الكلام ده كتبه أبوك البرعي في كتب ونشره، وللآن ينشر ومدينه 5 دكتوراه في الكلام ده، 5 دكتوراه مدينه البرعي في الكلام ده. في قوم يا أخي ناديهم لي رجال الله اللي بيزيلوا البي، البرعي ده سماني والصوفية جد، قال الزول ده حقنا كويس معك، ده شرك أكبر. شوف لو عملت أي عمل صالح في الدنيا، ربنا قال في القرآن قال فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء شنو؟ منثورا. أي عمل تعمل يوم القيامة إذا أشركت مع الله ده ما بتلقى عنده أي حاجة يوم القيامة، كله حابط كويس معك. دي من الأعمال بتحبط شنو؟ الشرك بالله عز وجل. ومن الشرك، من أنواع الشرك الذي تحبط العمل، دعاء غير الله عز وجل كما يقول الصوفية، اعتقاد أن الأولياء يعلمون الغيب مع الله عز وجل، زي ما قال البرعي في كتابه، قال لك قوماك نزاور، قوم الحكمة هاي، قال لك قوماك نزاور، والكلام ما قلته أنا، ده كتبه هو براو. عندك أي مشكلة مش افتح بلاغ في أولاد البرعي وفي الطريقة السمانية، قل لهم لماذا تعلمون الناس الشرك الأكبر الذي حارب فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين الأوائل، قل لهم كده. انت لو اصلا داير الحق مش افتح بلاغ في النازل، مش ضارب الجماعه دل، قل لهم في ناس، قل لهم انتوا ليه بتكتبوا كلام زي ده؟ بتدوا فرصه للوهابيه عشان يتكلموا فيكم، قل لهم كده. او تبقى انت بتعتقد العقيده دي وشيد حيلك، ما بنخليك اصلا والله، لما تقوم الساعه الا تهتدي ترجع للحق وللتوحيد بعدين بنخليك، لكن والله تنشر في الشرك وانا خليك. ونحن نعتقد انه شفت الكلام ده لو مت فيه تمش الجنة طوالي، شفت الدعوة دي؟ بنعتقد انه الكلام ده دين وجهاد في سبيل الله، عرفت كيف؟ الكلام ده بنعتقد انه دين وجهاد في سبيل الله، لأنه الجهاد الآن، الجهاد الباقي في أعناق هذه الأمة هو الجهاد بالكلمة.
الجهاد الذي الآن مسؤول عنه الأمة الإسلامية هو الجهاد بالكلمة، جهاد أهل البدع. ونحن نبدأ بالنازل أول حاجة. ربنا قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم شنو من الكفار وليجدوا فيكم شنو غلظة. أول حاجة داعية الشرك ما بنخليه، أصلا ما بنخليه. عرفت كيف؟ ناس بينشروا كتب، بينشروا كتب في الدار السودانية للكتب، بيعملوا قصايد، بيجيبوا لهم شفع بيعلمون، بيقولوا ده المديح. العربات كلها مليانة واك 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 واك، بيصر المامنة بأهل الله، بدعوك بالأربعة والقبل الأربعة وأقطاب القبل الأربعة في أربعة. الأقطاب ديل قالوا أربعة أنفار ماسكين الكون مع الله. في كفر أكثر من كده تاني؟ زال بيقول لك شيخي ماسك الكون، دبر الكون. دي كلها من أنواع شنو؟ الشرك الأكبر. فأي زول بيعتقد إنه غير الله عز وجل يعلم الغيب ده مشرك، لأنه علم الغيب صفة خاصة بالله جل جلاله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ده شرك أكبر. عرفت كيف؟ والزول اللي بيموت على الكلام ده مشرك، بيخش جهنم ما بيرق منها ثاني. عشان كده أي عمل تعمله من الأعمال الصالحة يكون حابط إلا إذا عملت الشرطين ديل، المتابعة والتوحيد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه شنو؟ أحدا. والتفصيل في هذا الكلام طويل، التفصيل في هذا الكلام شنو؟ كثير جدا، وأنواع الشرك كثيرة. عرفت كيف؟ والبلد دي مليانة تب ملانة دعاة ضلال، وده البلد دي المغطس البلدي، البلد دي راجع لورا لشنو؟ الحروبات اللي في السودان دي سبب هذه العقائد، سبب العقائد دي. الآن في السودان، في شمال السودان وفي شرق السودان وفي غرب السودان، في كم واحد بيعمل سحر للمسلمين؟ كم واحد عامل فافكي بيسحر الناس وده كافر في البلد دي؟ في كم قبة تعبد من دون الله عز وجل في البلد دي؟ كم؟ عرفت كيف؟ 7000 شنو ده؟ أكثر من 7000. كويس معاك؟ ده المغطس البلدي. عشان كده البلدي كل يوم ما راجع على ورا. عرفت كيف؟ كل يوم راجع على ورا، يقول لك حيفكوا عندنا الحظر وحبلد حتنطلق. لا ما حتنطلق، ما حتنطلق. شوف عشان تعرف الهوان والذله كيف. انت ترجع لك زول كافر، ترجع لك زول كافر يفك منك حاجه؟ دي مشكله كبيره يا اخوانا. عشان كده الانسان يرجع على نفسه ويتوب الى الله عز وجل من هذا الشرك المنتشر في هذه البلاد. وانا اكتفي بهذا القدر، واقدم ان شاء الله اخونا وشيخنا